السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غنخدم معكم هذه الملاقية. هذه فيها جوج غرزات، غنخدموها بالألوان، غنخدمها أنا هنا تحت لفي. نتمنى أنها تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح الإعجاب ديالكم. ما تنسوش أخواتي اللي عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش معنا في قناة شارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. ونبدأ بسم الله. انا هنا غنخدم بالحرير مبروم على 3 شهرات، غنخدم بالبراء النمره 6. هنا غنخدم معكم هذه الملاقيه تحت لفي، عاد من بعد ان شاء الله غنقطعوا لفي وغنخدم معكم الراندا ديال الحبه بالالوان في نصف الثوب. دابا غنصبقوا الملاقيه لتحت لفي هي الاولى، كنخليو هنايا الفوق القياس ديال نصف الثوب القياس اللي حنا بغينا، ونجيو كنكونوا عابرين. غنبداو دابا الهبطه، غنخدم معكم هذه الملاقيه بالالوان تجي زوينه. نبداو بسم الله، نثبتوا هنايا الحرير، نهزوا هاد العوينه ديال الحرير ونجيو الجهه اللي الفوق، ونخليو الخيط مطلوق على قياس جوج ضربات. غالبا ملي تكون عندنا غير ضربه ولا جوج بلا ما كنديروا بناء الغرز، غنخدم في هاد الخيط جوج ضربات. ها وحده، ها جوج، نشد هنا في الثوب ونرجع في هاد جوج عوينات. نعود نشد هنا في الثوب، نرجع فيهم، نشد هنا في الثوب. دابا غنرجع غير في عوينه وحده، ونجي لهنا الفوق، كنبقاو غاديين بالضربات في الثوب قد قد. نجي لهنا ونقلب الخيط لتحت، ونجي لهنا لهاد جوج عوينات، واحد جوج، ونغلف غير مره وحده، ونرجع حدا هاد الضربه ونشد الضربه الثانيه. صافي، ونزل الثوب التحتاني، نشد هاد الشده الاولى، وقبل ما نشد الشده الثانيه نقلب الخيط الفوق ونغلف هاد جوج ضربات غير مره وحده، ونرجع لهنا نضرب الضربة الثانية. صافي، نطلع للثوب الفوقاني، نضرب الضربة الأولى ونغلف هاد الجوجات، ونرجع نضرب الضربة الثانية، وعاد نرجع لهنا للثوب، نشد هنا الشدة الأولى. قبل ما نضرب الضربة الثانية غنقلب الخيط الفوق بحال اللي بغا نغلف القوس، أولا كنبغيو نغلفو سنينات، ونغلف هاد جوج ضربات، ونرجع نشد هنا الشده الثانيه. صافي، ونطلع للثوب الفوق، كل جهه كنضربوا فيها جوج ضربات، ولكن كنضربوا الضربه الاولى وننزلوا نغلفوا هاد جوج ضربات اللي لتحت، عاد نرجعوا نضربوا الضربه الثانيه هنايا. صافي، ونرجع لهنا للثوب لتحت، قبل ما نضرب الضربه الثانيه غنطلع نغلف هاد جوج ضربات، ونرجع نضرب هنا الضربة الثانية. نجي لهنا للثوب نضرب الضربة الأولى، ونزل هنا نغلف هاد جوج ضربات، وعاد نرجع نضرب الضربة الثانية، نرجع لهنا للثوب لتحت نضرب الضربة الأولى، نرجع للفوق نغلف هاد جوج ضربات، عاد نرجع هنا نضرب الضربة الثانية. بالنسبة لهاد الهبيطة أخواتي انا غنديرها بالالوان اللي غنخدم بهم في نصف الثوب، غنخدم واحد شويه بهذا اللون ونركب لون اخر. نجي هنا للثوب ونزل نغلف هاد جوج ضربات، عاد نرجع لهنا نضرب الضربه الثانيه. صافي، نعاود ننزل هنا، نحيد هاد الخيط اخواتي، غندخله هنا في الثوب وغنركب اللون الاخر اللي بغينا نخدم به. بالنسبه لهاد الالوان اخواتي انا درت الخيوط غير قصار، حقاش كنخدم بهم غير شويه وكنبدلهم. نجي لهنا نثبت هاد اللون، نهز هاد العوينه، هذه هي الضربه الاولى، غنرجع نغلف هاد جوج ضربات، عاد نشد هنا الشده الثانيه، ونجي لهنا الفوق نضرب الضربه الاولى، ونرجع نغلف هاد جوج ضربات، عاد نرجع هنا نضرب الضربه الثانيه، ننزل عاوتاني هنا للثوب نضرب الضربه الاولى، قبل ما نضرب الضربه الثانيه غنقلب الخيط الفوق
ونغلف هاد جوج ضربات، عاد نجيو لهنا نضربوا الضربه الثانيه، كل جهه كنضربوا فيها جوج ضربات. نجي لهنا عاوتاني نضرب الضربه الاولى، نرجع لهاد جوج ضربات نغلفهم، ونعاود نجي لهنا نضرب الضربه الثانيه ونزل للثوب. هاد الضربه الاولى غنرجع لهنا نغلف هاد جوج ضربات، عاد نرجع لهنا ندير الضربه الثانيه. غنقطع هاد الخيط اخواتي، نجي لهنا الفوق نضرب الضربه الاولى، نرجع نغلف هاد جوج ضربات، عاد نرجع لهنا نضرب الضربه الثانيه. نجي لهنا نضرب الضربه الاولى ونرجع لهنا نغلف هاد جوج ضربات. راه هذه هي الطريقه اخواتي، راها سهله وتتجي هاد الخدمه زوينه مزوقه. يمكن لكم اخواتي تنزلوها حتى على طول الجلابه اولا القفطان، راه كاينين الاخوات اللي كيعجبوهم هاد الاشكال ديال الراند اللي تكونوا هكا سامبل وخفافين. هذه هي الراند اخواتي، تجي على هاد الشكل، راها زوينه. ننزل هنا قبل ما نضرب الضربه الثانيه، نغلف هاد جوج ضربات ونحسبوا اخواتي هاد التعميره باش نمشيو بنفس القياس. ها وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود، وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود. صافي هذا هو القياس. غنشد هنا في الثوب ونبدل هاد اللون، ندير لون اخر. نجي لفوق هاد الضربه، نشد فوقها، غير هي مكنهزوش الثوب بزاف، نثبت هاد الحرير صافي ونكمل الخدمه ديالي عادي. نجي لهنا للثوب الفوقاني، نشد الضربه الاولى ونرجع لهنا نغلف هاد جوج ضربات، ونرجع نشد الشده الثانيه صافي. ونجي لهنا للثوب التحتاني، كنضربوا هاد الضربه الاولى ونرجعوا لهنا الفوق نغلفوا هاد جوج ضربات، وعاد نرجعوا نضربوا الضربه الثانيه. نعاود نجي لهنا للثوب، نشد الضربه الاولى، نرجع لتحت نغلف هاد جوج ضربات، ونرجع نشد الشده الثانيه. صافي اخواتي، راه هذه هي الطريقه، راه سهله وتجي زوينه. نتمنى ان الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواتي الا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. من بعد اخواتي غنكمل معكم نصف توق اللي غنخدم هنا في هاد القفطان. ضروري تبقاو تحسبوا اخواتي القياس اللي بديتو به في الاول تكملوا عليه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. غنزيد نكمل تسعود، نشد هنا في الثوب، نغلف هاد جوج ضربات ونرجع هنا. بالنسبة لدابا تسعود تقادر هي الخيط هنايا، صافي ندخل الخيط هنا ونركب اللون الاخر. صافي اخواتي تنكملوا الخدمه بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، وكنحافظوا على القياس اللي بدينا به في الاول. انا بديت بالتغليفات حسبت تسعود، الالوان كلهم درت فيهم تسعود، والترتيب ديال الالوان راه كنبقاو غاديين به نفسه. هذه هي الراند اخواتي، ها انتم جات على هذا الشكل، الحقيقه تجي زوينه وراه سهله في الخدمه. نتمنى ان هاد الراند تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواتي الا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، وشاركوا الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراند وباغين يتعلموا ليها. وشكرا لكم وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.